السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ورجعنا لكم فيديو جديد على القناة. واليوم عنا بالفيديو كيف تختار كرت الشاشة المناسب لك حيث السعر والأداء، تعرف أبرز تفاصيل الكرت كيف يشتغل، كيف تميز الكروت عن بعضها، تعرف أبرز تفاصيل المملة عن الكرت والتوافقية، كل هذا وأكثر بالفيديو اليوم. إذا أنت جديد على القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لكل جديد، حط لايك تحت واللايك ببلاش فبس لايك، واشتراك كمان بلاش ترى. واللي ما شاف حلقة كيف تختار السي بي يو المناسب لك للـ بي سي حطوه تحت في الديسكريبشن ونفوت بالفيديو. بداية قبل ما تشتري اي كرت لك تحط ببالك السعر، لك تحط ببالك كمان الشغل انت تشتغله. من حيث السعر عندك شركتين بس بالدنيا بصنع كروت شاشة، انفيديا واي ام دي، كروت شاشة خارجية طبعا مش مدمجة. انت بدك تحط السعر، في عندك لو اند وميديوم وهاي اند، انت تختار السعر المناسب الك. لك تحط كمان ببالك الشغل انت بتشتغله، ان كان العاب ولا ان كان 3D ولا ان كان مونتاج. مونتاج زي ما انا قلت، لا تفكر ان مونتاج بس على المعالج والرامات، المونتاج كمان له دور على كرت الشاشة عشان يسرع من الرندر. فإذا بدك مونتاج لازم تختار الكودا كور أعلى والميجا هيرتز أعلى، أما إذا بدك ألعاب بدك ميجا هيرتز أعلى كودا كور أقل. كل هذا أكثر راح نشرحه كمان شوي. وزي ما قلت لك في شركتين بس بالحياة بصنعن كروت شاشة، انفيديا أو اي ام دي، بس أنت بتختار بين هذول الشركتين. شركة اي ام دي بتنافس بقوة في الكروت المتوسطة، هي ملكة الفئة المتوسطة اي ام دي. أما إذا بدك الهاي إند الفئة للآر تي إكس أكيد راح تروح مع انفيديا. انفيديا شركة عريقة وقوية وقديمة، فأول خيار بيجي عبالك أنت بتختار أكبر عدد جيجا في الكرت، هذا خيار خلط. أنت لا تختار الكرت اللي أعلى فيه رامات او في رام من الاخر، لانه في كثير كروت 4 جيجا الفي رام تبعها وادائها تقريبا مثل جي تي 210، مثل كروت 610 710 من انفيديا كروت ثاني. فانت دائما مش راح تختار الفي رام الاعلى، لازم تطلع البيست كلوك وبدك تطلع على الكودا كور، بدك تطلع كمان على الفي رام وسرعه النقل مثل ذاكره جي دي دي ار 5 والجي دي دي ار 6. فانت لازم تختار بينات كل هذول. فالفي رام شاع كثير عند الناس ان كان كروت هاي اند او لو اند دائما بختار على في رام، هذا حكي غلط. لازم تطل بداية على بيست كلوك الكرت وقديش بوصل بوست كلوك. البيست كلوك والبوست كلوك، البيست كلوك السرعة الابتدائية للكرت بيشغل عليها. كل ما زاد البيست كلوك كل ما جبت اطارات وفريمات على الجيمينج وعلى الثري دي، كل ما قل الكودا كور كل ما قل استهلاكية الكهرباء والحرارة. المونتاج والثري دي بده كودا كور عالية سرعته وبدها كودا كور اكثر، انت بتختار اللي بناسبك. فكل ما زاد البوست كلوك والبيست كلوك كل ما اعطاك فريمات اقوى. للعلم في شيء اسمه نانوميتر، عندك الداي شريحة الجي بي يو تيجي معماريات مختلفة، ان كانت تيورينج ولا كانت باسكال ولا كانت نافي من هاي الاشياء. فانت لازم تختار الاقل صرف كهرباء تختار المعماري اقل، كل ما قل الرقم تبع النانوميتر. مثلا عندك معمارية نافي الجديدة مثل الار اكس 5700 اكس تي مبنى على معمارية نافي 7 نانومتر، موفر في طاقة موفر من ناحية الحرارة. فكل ما صغر الرقم كل ما حرارته أقلت لأنه شريحة صغرت، كل ما قل استهلاكية كهرباء وكل ما سرع شريحة الداي. أنت لازم تختار النانومتر الأقل. بنروح لذواكر الكرت. الكرت زي ما قلت لك له في رام، والفي رام دائما ما مختار على الحجم، في لها سعة، في لها كم نقل بيانات فيها مثل جي دي دي آر 5 والجي دي دي آر 6. كل ما زاد مثلا عندك رقم جي دي دي آر، كل ما زاد هذا الرقم إن كان 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 كل ما زاد قوة نقل البيانات، كل ما أعطاك فريمات اقل. كل ما اخذ الفي رام بسرعه وداها على شريحه الداي الجي بي يو كل ما اعطى فريمات اعلى وترددات اعلى. جي دي ار 6 اقوى من جي دي ار 5، فهسه حاليا كل المنصات الجديده مبنيه على جي دي ار 6. واكيد الفي رام ذاكره التخزين لها سرعات الجيجا بت، فكل ما زاد عدد جيجا بت كل ما زاد كمان قوه الكرت. انت لازم تختار الجيجا بت الاعلى، عندك 10 11 14، فهسه كلها مبنيه على 14. عندك كيف تختار كرت الشاشة من المتوسط او اللو، دائما انت بتسمع 64 بت او 128 بت او 292 او 228 بت 128 بت. كل ما زاد البتات كل ما زاد قوة الكرت. مثلا عندك كرت 4 جيجا، ناخذ مثال على الجي تي 730، هذا اللو اند بيجي جي دي ار 5 في منه 4 بيجي 64 بت، هذا راح يعطيك اداء زباله من الاخر. فبدك كل ما زاد البتات كل ما زاد المعماري كل ما زاد اعطى قوه واكثر على الالعاب والمونتاج وكل شيء تقريبا. كل ما زاد البت كل ما اعطاك قوه الكامله للكرت. وكله قبل هذا في شيء اسمه توافقيه، تفوقيه مع السي بي يو والرام. فكل ما زاد قوه السي بي يو كل ما تعادل بين الكرت والسي بي يو. فانت لازم تختار الكرت المناسب على المعالج تبعك. فما بصير مثلا انت تجيب ار تي اكس 2080 تي اي وتحطه مثلا
المعالج بنتيوم. هذا اشي غلط، لازم تنقي معالج قوي فيه انوي اكثر، فيه الانوي نشطة. اقل اشي بدك ارتكس 180 تي اي، لازم تاخذ i9 او i7 او كان من رايزن 3900X و3800 عشان يطلع كل قوة الكت. انت لازم تحط حساب المعالج ولازم تحط حساب الباور سبلاي. اكيد الكروت بدها طاقة، فلازم انت تجيب باور سبلاي عالي عشان يشغل اقوى الكروت. مثلا بده كرت 300 واط، انت لازم تجيب اقل اشي 550. وانت قبل ما تشتري الكرت في شركات عديدة بصنع الكروت، MSI، جيجا بايت، ايسوس، كولرفول، سافاير، وكثير شركات ما ذكرت اسمها مثل زوتك وشغلات الثاني. كل ما زاد عدد المراوح، كل ما زاد الهيت سينك عليه، كل ما قلت الحرارة على الجي بي يو. لازم تنقي شركات عديدة محترمة عشان ما يخرب معك الكرت، يكون تبريدها احترافي عشان يعطيك على اداء. والكرت دائما باخذ مدخل بي سي اي اكسبرس، فانت لازم تشوف كمان بي سي اي اكسبرس. اذا بدك تحط اس ال اي على المذر بورد، فانت بتشوف عندك 16 اكس، يعني باخذ 16، في عندك 8، في عندك 4، فانت لازم تحط على اول منفذ ال 16 اكس. فافضل كرت متوسط من رايي الشخصي يا بتاخذ 1660 تي اي او بتاخذ الار اكس 5700 اكس تي. ومن ناحيه اللو اند، انا ما بنصح بال 1030 ولا بنصح بال 550 من اي ام دي، فانا بنصحك تاخذ الجي تي اكس 1650 سوبر او العادي، او 1050 تي اي بعده مناسب حاليا في 2020، فانت بدك كرت يتحمل الالعاب او بتاخذ كروت قديمه. وهسه اي لعبه بدها دايركت اكس؟ هسه في كروت ما بدعم دايركت اكس 12 بس بدعم 11، او في كروت بدعم 10 لقدام. فدايركت اكس هاي من مايكروسوفت عشان تشغيل الالعاب، فلازم انت تجيب على دايركت اكس لازم يكون 12. اذا انت بدك تجيب كرت لازم تختاره فيه كمان دايركت اكس 10 و11 و12. واكيد الكرت دون برمجية ما بسوى اشي، فعندك من شركة AMD، عندك الادرينو ادرينالين يعني باختصار، هذا السوفت وير تبعت AMD تراقب الحرارة وتشوف كمان بيست كلوك على الكرت وتشوف كم استهلك من الفيرام. وعندك من AMD عندك الشادو بلاي، شادو بلاي ممكن تصور منه، ممكن تعرف كمان تفاصيل الكرت وتعرف شو الالعاب، وهو بزبط لك كمان اعدادات الالعاب اللي انت المناسب عليها كرتك. ففي مثلا 1030 جي دي اكس 1030 ما بدعم الشادو بلاي كله كامل، بس بدعم لك انك تحط اوبتمايز للالعاب فقط، ما بدعم لك تصوير ولا بدعم لك اشي. فانتو حابين نعمل كمان حلقة عن مثل رامات او المذر بورد، حط في التعليقات وحط لايك الفيديو، لايك مهم في القناة. بس اليوم هيك حكينا كيف تختار كرت الشاشة مناسب لك على البي سي. واقوى كرت انا بنصح فيه من جهة الهاي اند تختار RTX 2080 Ti، شغل لك العاب على 4K. وقبل كمان قبل ما تشتري كرت نصيحة، لازم تأكد من شاشتك، اذا شاشتك 60 هيرتز وانت مشتري كرت عالي لازم تغيرها 144. انت مش راح تستفيد من كل قوة الكرت، لازم تشتري الشاشة 144 اذا كان كرتك قوي، او 240 كمان كرتك هاي اند. لازم تشتري الشاشة انه يطلع كل الفريمات اللازمة، ما يصير عنق زجاجي كمان مع الشاشة، يصير الشاشة لقلق بعض الامراض. ولازم تختار توافقية على المذر بورد وعلى المعالج عشان يصير عنق زجاجي. فاذا انتو حابين نعمل حلقة عن عنق زجاجي حط تحت التعليقات. وبس هاي يومها كان حلقتنا، كان معكم محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا اللايك.